السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد تاعي. انا اليوم راح ندير لكم ميني بريوش محشي بالمعجون، يعني بزاف بنين وهشيش. خلونا نروحوا مع بعضنا لطريقه تحضير هذا البريوش. مكونات البريوش نتاعنا واش فيها؟ فيها 600 غرام فارينة، كاس ونصف حليب دافي أي ما يعادل 250 مليلتر، عندي 60 غرام تاع سكر أي ما يعادل 3 مغارف كبار تاع عشاء سكر، عندي 80 مليلتر زيت أي ما يعادل 10 مغارف كبار تاع عشاء، عندي زوج بيضات. أنا راح نستعمل بيضة كاملة والأبيض نديرو يعني والبياض تاع البيضة الثانية نديرهم في العجينة، والصفر راح نحتاجو لطلي البريوش تاعنا. عندي مبشور ليمونة كاملة، مغرف كبيرة نتاع خميرة تاع الخبز، وإذا الجو بارد يعني تقدري ديري مغرف ونصف ماهيش مشكل. عندي كيس خميرة كيميائية الوزن 10 غرام، وزوج مغارف كبار تاع مربى المشمش هذا للحشوة، ومغرف صغيرة تاع الملح. نبدأ على بركة الله في تحضير هذا البريوش. بسم الله، راح ندير خميرة كيميائية، ندير السكر، عفوا الخميرة تاع الخبز، حليب دافي، زيت، راح نخلط هذه المكونات مليح. لازم نذوب السكر يعني بهذه الطريقة، لازم تقيدوا بالمقادير. انا عطيتكم مقادير بالوزن، يعني اللي ما عندوش الميزان تقدر تخدمي بالمغرف، تبعي الخطوات برك بربي ان شاء الله تنجح لك. راح نحط هذا الخليط على جهه، راح ندير 600 غرام تاع فارينة، نصب عليه هذا الخليط، ندير مبشور ليمون، نزيد خميرة كيميائية يعني كيس، ندير مغرف صغيرة نتاع ملح، بيضة كاملة كما قلت لكم. هنا راح ندير الأبيض، بيضة ثانية، الأصفر راح ندهن به البريوش تاعنا، يعني نتركها على جهة. راح نخلط هذه المكونات بيدية، بسم الله، حاول نملى العجينة. انا راح نلم العجينة ونرجع لكم. كما كنتم تشوفوا
انا لميت العجينه، نحاول ندلكها شويه حوالي دقيقه في البلون تاع الترافاي تاعنا. لازم ما نقطعوهاش بهذه الطريقه. انا راح نحطها، يعني عندي طريقه، راح نشعل الفور حوالي 3 دقائق، نعاود نطفيه، نحطها في الفور باش في الخف تخمر لنا ونرجع لكم. بعد ما ضعف الحجم نتاع العجينه نتاعنا او البريوش تاعنا، انا جبته بالفرن كما قلت لكم، شعلت الفرن على 3 دقائق وطفيته، خليتها يعني وغطيتها ورق بابي فيلم. انا دوك راح نهبط الخمور العجينه تاعنا. راح ندير شويه فارينة ما نكسرش. راح نشكل 10 كوريات بنفس الحجم، راح نشكل كما قلت لكم 10 كوريات بنفس الحجم، يعني اللي عنده ميزان يقدر يوزنهم، لكن ما تحتاجش الميزان لان اللي عنده الوقت. انا راح نشكل 10 كوريات ونرجع لكم. كما راكم تلاحظوا انا شكلت 10 كوريات، يعني تقريبا بنفس الحجم. راح نحل 5، نحل 5، نشكل 5 ومن بعد نزيد نشكل 5. نبداو بسم الله. نجيب الكورية الأولى، يعني نرش شوية فرينة منكثرش باش متلصقناش، عفوا. نحاول نحلهم في 5 نفس الحجم ونحطهم على جهة. نكمل نحلهم كما قلت لكم بنفس الكيفية او بنفس الحجم. انا راح نعطي لكم الاولى الثانية ونكمل الاخرين، نحلهم شوية رقاق. يعني بهذه الكيفية ونحطها على جهة. نزيد كرة ثانية. الكوريات الاخرين ما نخليهمش برا، لازم نغطيهم باش ما تبسلناش العجينة تاعنا. كما قلت لكم انا نزيد نعطي لكم فنحل ثانية ونكمل الاخرين ونرجع لكم. أو نديرها دائرية الشكل. زدت حليت الثانية
فوقتها نزيد نروح نكمل الخمسة الاخرين ونرجع لكم. كما راكم تلاحظوا انا حليتهم في خمسة هذه الطريقة. راح نبدأ بسم الله نزيد نحلها شوية برك لان هذو التحتانية يكون تحت لازم تكون شوي كبيرة. ما نكسروش المعجون غير نمشي بهذه الطريقة. نزيد معاكم الحبة الثانية نحلها شوية. باش جينا القرصة شوية كبيرة نحلهم شوية كبار هذه الطريقة. نحاول نديروها قد الثانية هكذا. بنفس الطريقة ما نديروش على الحواشي يعني ما نكثروش كما قلت لكم بزاف لانهم يطيبوا راح يخرج لنا المعجون وانا راح نقصهم. انا نكمل كامل هذه القرصات ونرجع لكم. راح نكمل الخامسة هذه الطريقة يعني نحاول نخرجوها اطراف هذه الطريقة. شراح ندير؟ راح نجيب موس نزيد نعدلوها مليح نديروها قرصة تكون شوي كبيرة باش ديرنا حبات كبار. كما قلت لكم انا راح نجيب موس نحاول نقطعها في النص يعني بهذه الطريقة. نزيد نقطعها من الجهة الأخرى نزيد نشكل مثلثات هذا الشكل. يعني بهذه الطريقة راح نعطي لكم كيفاش راح نشكل هذا البريوش. نحكم مثلث ندير تقطيعة في النص بهذه الطريقة كما كنتم تلاحظوا. نحاول نجبد يعني هذا ما يهمش شكل ندخل هذا الحرف ندور ونجيب يعني اطراف او الجوانب هذو
بهذه الطريقة ونحطها في بلاطو، يعني مادام البريوش تاعنا فيه المعجون من الأحسن البلاطو تاعنا يكون مغلف بالبابي سلفريزي أو البابي دو كويسون، يعني ورق الطهي. راح نزيد معكم حبة ثانية كما قلت لكم، ندير فتحة يعني نقطع في النص، ما نخرجوش من الأول، نجبد شوية هذا العجينة، عفوا يعني بهذه الطريقة، ونقلب نجيب طرف من ومن ونعدل يعني بهذه الطريقة كما كنت تلاحظوا. نزيد معكم الحبة الثالثة، نقلب هذا فن. ونقلب ونحكم الأطراف من ومن، نلصقهم في بعضهم على شكل هذا، أنا راح نكمل كامل الحبات ونرجع لكم. بعد ما شكلتهم جاتني ثمن حبات، انايا راح نحطهم يخمروا شويه في مكان دافي، ومن بعد ندهنهم بصفار البيض من الفوق وندخلهم الفرن. نشعل الفرن على درجه 180 درجه كما عودتكم دائما، نشعلوا الفرن قبل ما نبداو في تحضير اي حاجه، نحطهم يطيبوا حوالي نصف ساعة، نشعلهم الفوق نحمرهم ونرجع لكم. بعد ما طيبت البريوش تاعنا، انا راح ندهنه من الفوق بالمعجون بهذه الطريقة كما كنت تلاحظوا، يعني الكمية اللي خدمتها دارت لي 16 حبة. نكمل كامل الحبات، انا نكمل كامل الحبات ونرجع لكم. هذا هما الخبيزات تاعنا ولا البريوش تاعنا نهار اليوم، يعني جاو بزاف خفاف محشيين بالمعجون كما راكم تشوفوا، يعني جاو ما شاء الله خفاف طريين. هذه هي الوصفه تاع اليوم، وبالصحه والراحه.